أهلا بكم إلى موجز الأحداث الرياضية على قناة الحدث الإفريقية. واصل منتخب فرنسا حملة الدفاع عن لقب كأس العالم بالفوز على بولندا بثلاثية لهدف أمس الأحد ليتأهل ديوك لدور الثمانية. وسجل أوليفييه جيرو كيليان بامبي ثنائية في الدقائق 44 و74 و91، بينما سجل روبرت ليفاندوفسكي هدف بولندا الوحيدة من ركلة جزاء في الدقيقة 99. يدين ديوك بهذا الفوز لنجمه الشاب كيليان بامبي الذي صنع هدفا وسجل هدفين. المثير أيضا أن منتخب فرنسا حقق نبوءة رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون الذي توقع الفوز على بولندا بثلاثة أهداف لواحد بنفس اللاعبين الذين سجلوا الأهداف الأربعة. رد زالت كوداليتش المدير الفني لمنتخب كرواتيا على تصريحات وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب بشأن أحلام أسود الأطلس بالذهاب بعيدا في كأس العالم والتتويج باللقب. وقال زالتكو في تصريحات للصحفيين إن منتخب المغرب من حقه أن يحلم بحصد لقب كأس العالم، متسائلا لماذا لا يفوز منتخب المغرب بالمونديال. أعتقد أن نفس الحلم عاشه المنتخب الكرواتي من قبل في النسخة الماضية، واستطاع أن يصل للمباراة النهائية ثم خسر أمام فرنسا. وتابع زالتكو: هناك أحلام تتحقق سريعا وهناك أحلام أخرى تحتاج إلى بعض الوقت، ولكن بمقدور الجميع أن يحلم. أكد تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل جاهزية سيليساو لمواجهة كوريا الجنوبية مساء اليوم الاثنين في ثمن نهائي كأس العالم قطر 2022. وقال تيتي خلال مؤتمر صحفي أمس: لا أفكر حاليا سوى بهذه المباراة، وأعرف أن الخصم مرهق بسبب مباريات المجموعات. ونيمار سيتدرب بعد ظهر اليوم، وهذه الجلسة ستكون حاسمة بشأن إمكانية مشاركته غدا من عدمها. ولا توجد معلومات بشأن التشكيلة الأساسية، وأليكس ساندرو يعاني صحيا ولن يلعب، ولا يمكن أن نضع أي لاعب تحت أخطار صحية من أجل الفوز، والجهاز الطبي يقوم بواجباته كاملة. ما قدمناه خلال دور المجموعات من أداء وأهداف هو نتاج التدريبات على بناء الهجمة وكيفية الوصول إلى المرمى. وتطرق بالحديث عن أسطورة البرازيل بيليه الذي يعاني من مشكلات صحية قائلا: كان يجب أن أبدأ المؤتمر الصحفي عنه. بيليه هو الشخص الوحيد الذي ارتجفت عند مصافحته، لأنه يمثل كل معاني كرة القدم بالنسبة لنا. أنهى المنتخب المغربي مرانه المغلق أمس الأحد بصفوف مكتملة وبتواجد حكيم زياش وسط أجواء رائعة سادها التفاؤل وطغت عليها الروح الإيجابية ورغبة اللاعبين في الفوز على منتخب إسبانيا. ويلتقي المنتخب المغربي غدا الثلاثاء مع إسبانيا في دور 16 لكأس العالم. وعمد المدرب وليد الركراكي إلى تدريب اللاعبين على الخطة التي سيواجه بها منتخب الماتادور يوم الثلاثاء، مع دراسة كافة جوانبه ونقاط قوته وضعفه عبر مقاطع فيديو اشتغل عليها محلل مباريات الخصوم موسى الحبشي المعتمد داخل الجهاز الفني لمنتخب المغرب. وكعادته كان الركراكي أحرص ما يكون على توجيه لاعبيه لتفادي الالتحامات العنيفة فيما بينهم تفاديا للإصابات وخشية حدوث مكروه لأي منهم، بعدما استعاد المغرب خدمات كل من سليم أملاح وإلياس الشاعر وعز الدين أناحي الذين تماثلوا للشفاء من الإصابة التي طالتهم في مباراة كندا بدور المجموعات. ويتطلع مهاجم الأسود يوسف النصيري لمواصلة كتابة التاريخ في مونديال 2022 عندما يلتقي أسود الأطلس مع إسبانيا الثلاثاء المقبل في ثمن النهائي، حيث يسعى لهز شباك إسبانيا للمونديال الثاني تواليا بعدما سجل في المباراة التي انتهت بالتعادل في نسخة روسيا. كما يأمل لاعب إشبيليا في تجاوز حاجز الهدفين على مدار مشاركاته في المونديال ليفض الشراكة مع مواطنيه عبد الرزاق خيري وصلاح الدين بصيرة وعبد الجليل كاماتشو. ويطمح أيضا لمواصلة أرقامه المميزة، حيث يعد هداف لاعب منتخب المغرب هذا العام بخمسة أهداف، متقدما بفارق هدف عن سفيان بوفال. كما يملك النصيري في رصيده 16 هدفا وصيفا لحكيم زياش صاحب 19 هدفا ومتصدر هدفي الجيل الحالي لأسود الأطلس.
وسجل النصيري أيضا في 5 نسخ متتالية لبطولة دولية مجمعة، وهي كان 2017 بالكابون و2019 بمصر و2022 في الكاميرون، بالإضافة لمونديالي روسيا وقطر، وهو ما لم يسبقه إليه أحد من هدافي أسود الأطلس عبر التاريخ. وتلوح أمام نجم المغرب فرصة تاريخية ليعادل إنجازا سبقه إليه 3 لاعبين عرب فقط، وهم السعوديان سامي الجابر وسالم الدوسري والتونسي وليد الخزري، وكل منهم يملك 3 أهداف في رصيده طوال مسيرته بالمونديال. شدد جافي نجم وسط المنتخب الإسباني على هذه المباراة المرتقبة أمام المغرب، حيث أكد في تصريحات لصحيفة ماركا الإسبانية: لم يكن الأمر سهلا في البداية ضد اليابان، أردنا أن نفوز ونتصدر المجموعة، وحذرنا المدرب من أنها ستكون أصعب مباراة علينا، وكان ذلك واضحا، أنا فقط ألعب كرة القدم وأبذل قصارى جهدي في الملعب ولست خائفا من أي شيء، أريد أن أستمتع ولا أفكر في أي شيء آخر. وعن مواجهة المغرب أجاب نجم برشلونة: أتوقع مباراة صعبة للغاية، فنحن في مراحل خروج المغلوب. المغرب كان أفضل من كرواتيا وبلجيكا في دور المجموعات، وهما فريقان على أعلى مستوى، ما الذي يمكن قوله أكثر من ذلك؟ لقد رأينا فريقا رائعا جماعيا وفرديا. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية الموجز الرياضي، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.